بحث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عصر أمس الأربعاء مع ملك المغرب محمد السادس الوضع في ليبيا، حيث أبدي إرادة مشتركة في إيجاد سبيل لإحلال الاستقرار في هذا البلاد ومكافحة الإرهاب في الساحل. وقال الرئيس الفرنسي: ناقشنا أيضا السياسة الإفريقية التي يلعب المغرب فيها دورا متناميا، مبديا ارتياحه لانضمام هذا البلد مؤخرا إلى الاتحاد الإفريقي، مضيفا أن سياسات فرنسا والمغرب في أفريقيا لا تتشابه لكن لها أهداف مشتركة مثل الاستقرار السياسي والديمقراطي والتنمية المستديمة. للمزيد زوروا الوسط.الو.